بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن الناس على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وجنسياتهم تختلف أمنياتهم باختلاف أحوالهم. فالفقير على سبيل المثال لو سئل ماذا تتمنى وماذا ترجو لقال: لقد نهشني الفقر بأنيابه وبقيت الحاجة على بابي لمدة طويلة، فأنا أرجو الحصول على مال لأستغني عن السؤال وأسد به حاجاتي وحاجات عيالي. والذي تزوج منذ مدة ولم يرزق الولد إذا سئل عن رجائه قال: أرجو من أعماق قلبي أن أرزق الولد ذكرا كان أو أنثى، فأنا أنتظره. وأتيت العيادات والأطباء والطبيبات وتناولت العديد من الأدوية، وإني أنتظر الولد بإذن الله جل وعلا. والمريض أيها الكرام الذي لازم الفراش أو تألم وأن لمدة تطول أو تقصر، إذا قيل له ماذا تريد وماذا تتمنى يقول: أريد نعمة الصحة، فهي تاج عظيم فقدته لأنني أتأوه وأتألم. وكذلك أيها الكرام سائر الناس لهم حاجات وأمان كثيرة يريدون قضاءها ويرجون تحقيقها ويؤملون تجسيدها أو تجسدها. هؤلاء على قيد الحياة، فكيف بالموتى؟ الموتى أيضا لهم أمنيات كثيرة. ربنا جل وعلا قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يريد أن يرجع إلى الدنيا ليتصدق ويكون من الصالحين. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: إذا حملت الجنازة أو إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها. إذن حتى الميت يتمنى ويرجو، إن كان صالحا قال: قدموني قدموني، لأنه يرى خيرا عظيما ينتظره، وإن كان غير صالح تألم وفزع وخاف وقال: يا ويلها، أي يا ويلي، هذا هو المقصود، يا ويلها أين يذهبون بها. في حديث آخر أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا وضع في قبره ثم إن كان صالحا رأى
مكانه في الجنة. قال رب أقم الساعة، يريد أن تقوم الساعة لينال الجزاء العظيم الذي أعده الله للمؤمنين، ليتنعم بأفضل نعيم وأعظمه. رب أقم الساعة، وإن كان عياذا بالله غير صالح من أهل الجحيم ورأى مقامه ومكانه في النار، قال ربي لا تقم الساعة. إذن هي أمان أو أمنيات للناس في الحياة وبعد الممات. فيا أيها الفاضل، أنت لازلت على قيد الحياة، اغتنم عمرك، اغتنم شبابك أو كهولتك أو شيخوختك أو حتى طفولتك فيما يرضي ربك جل وعلا. كم في المقابر من أناس لو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا أهلكتنا سوف، أهلكتنا التسويف، سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أقلع عن التدخين والمخدرات، سوف أقلع وأتوقف عن الزنا والموبقات، سوف أترك الربا، سوف أطيع ربي وأتوب وأحج، سوف وسوف. ثم يغادر الدنيا وفي نفسه سوف، وفي نفسه تسويفات كثيرة وأمنيات عديدة ولكنه لم يحققها. لو أذن لأهل المقابر أن يتكلموا لقالوا أهلكتنا التسويفات ونريد أن نرجع إلى الدنيا لنغتنم الأوقات، فإن لم يستطيعوا أيها الكرام هم، فنحن لازلنا على قيد الحياة، فلنغتنم أنفاسنا في طاعة ربنا جل وعلا. كم هو جميل أن نحافظ على الصلاة المكتوبة في وقتها، كم هو جميل أن يكون لنا ورد من القرآن ومن ذكر ربنا الرحمن، كم هو طيب أيها الكرام أن نتقرب إلى الله جل وعلا ببر آبائنا وأمهاتنا وصلة أرحامنا والإحسان إلى جيراننا وفعل الخيرات واجتناب المنكرات. هذا والله هو الزاد الحقيقي الذي يسعدنا في دنيانا وأخرانا. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما موتانا الذين أفضوا إلى ربهم فإننا ندعو لهم، وإن فرطوا وقصروا في بعض الأمور ندعو الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يعاملهم بمنه وكرمه جل وعلا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فيا أيها الفاضل، إياك والتسويف، إياك والتأخير، لا تؤخر، لا تؤخر التوبة، لا تؤخر التوبة من المعاصي كبيرها وصغيرها. تب إلى ربك جل وعلا الآن قبل فوات الأوان. هي كلمات أردت أن أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي في الله جل وعلا، وقد لاحظت الغفلة قد انتشرت في مجتمعنا، فالكثير متهاون في الصلاة وربما يخرج من فيه السباب والشتائم والكلام الفاحش البذيء، والكثير من الشباب ألهتهم وسائل الاتصال والتواصل المعاصرة، فلعلهم لا يقرؤون القرآن، إنما هم منهمكون فيما قد لا ينفعهم البتة في دنياهم وأخراهم. ومنهم من هو غارق في العلاقات العاطفية الغرامية المحرمة. نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يتوب علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.